بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. شفتوا العاصفه الترابيه بتاعت النهارده عامله ازاي؟ حسيته بالتراب وهو داخل في النخشيش على القفص الصدري عدل، فيعمل عمايله بقى، يجيب ازمه للي عنده ربو، يجيب كحه للي عنده حساسيه، ويجيب حساسيه لاي عين مش لابسه نظاره، ويعمل زغلله، واحيانا انعدام للرؤيه على يعني الطرق السريعه وعلى الدائري. صحيح انها حاجه عارضه، لكن هي بتعمل خلل في عيشتنا، ممكن توقف سير الامور، وممكن توقف الطيران، وتوقف المراكب السير كمان لغاية أما العاصفة دي تنتهي. طيب أهو تأثير العاصفة الترابية دي عامل زي تأثير أي عاصفة خناق أو مشاكل أو صوت عالي أو مشاحنات جوه بيوتنا على الأولاد. أي خناقة جوه البيت لازم بتعمل الخلل ده، بتوقف سير الأمور طبعا، بتعمل حساسية للأولاد وبتعمل لهم خلل في توازنهم النفسي. ومفيش بيت في العالم بالتأكيد ممرش بعاصفة من العواصف اللي ممكن تهزه، بس في ناس بيتخطوها وبيقدروا يضللوا على أولادهم عشان العاصفة يعني ما تطولش نفسيتهم وتاخدهم كده يعني في الوباء. وفي ناس الحقيقة أنهم بيحطوا أولادهم في وش الريح والعاصفة بتاخدهم وتوديهم وتبهدل فيهم، وبدل ما العاصفة دي ممكن تهز البيت شوية أو تعمل فيه شوية خلل، لا دي بتهده. والحقيقة أنه أنقاض البيت بتقع على دماغ العيال اللي ملهمش أي ذنب. واحدة من المدرسات حكيت لي مرة إنه طالبة عندها في الفصل كانت الحقيقة لطيفة جدا ومعروفة بهدوءها واتزانها النفسي، فجأة لقوها تحولت لبنوتة شرسة، تضرب في زمايلها وتعضهم تشتمهم وبعد كده تقعد تعيط على جنب. فلما جابوا مامتها وسألوها طب انتي بنتك مالها، فقالت لهم إنه في مشاكل في البيت وإن جوزها بيضربها بنفس الطريقة اللي البنت بتضرب بيها أصحابها، وبالتالي اللي فاكر انه المشاكل دي بينه وبين مراته بس، وفاكر انه يعني العيال مش هيتضروا طالما هو ما بيجيش ناحية العيال، لا معلش تبقى بتحلم. ويمكن يكون الضرر النفسي نتيجة خناقات ام واب في البيت بينهم وبين بعض ممكن يبقى ضررها اكبر بكتير وافظع من ضرر ام بتزعق لولادها مثلا او حتى يعني بتضربه. عن احساس الطفل بعدم الامان نتيجة المشاكل بين الام والاب هتدور حلقتنا النهاردة مع دكتور ايهاب عيد، استاذ طب سلوكيات الأطفال، ونعمل إيه عشان نبعد أي ضرر نتيجة أي مشاكل عن ولادنا، بس بعد فاصل قصير.